السلام عليكم. تعالوا نجاوب على سؤال الأخت حول شراب الفر جلوبل، هل هو فاتح شهية؟ نقدر نستخدمه فاتح شهية أم مقوي عام؟ وشنو فرقه عن شراب الفيتاركس؟ طبعا الفر جلوبل موجود بنوعين، موجود على شكل كبسولات نقدر نستخدمه للكبار، وعلى شكل شراب نقدر نستخدمه للأطفال من عمر 1 سنة فما فوق حسب التعليمات اللي مذكورة. يحتوي هذا المكمل على مزيد من المعادن والفيتامينات مثل الزنك والحديد والنحاس ومجموعة البي كومبلكس اللي أشهرها اللي هو فيتامين B12 وفيتامين B6. الفرق عن الفيتاركس شراب إنه الفيتاركس يحتوي على مجموعة البي كومبلكس فقط، ويحتوي أيضا على مادة السايبروهيبتادين. ومثل ما ذكرنا إنه مادة السايبروهيبتادين الموجودة بشراب الفيتاركس وما موجودة بشراب الفر جلوبين اللي تعتبر من مضادات الهستامين اللي نقدر نستخدمها حسب الدراسات كفاتح الشهية ومقوي عام مع بعض الفيتامينات. فالفر جلوبين نقدر نستخدمه حتى نقلل من التعب، نقلل من الإرهاق، نقدر نستخدمه للأشخاص اللي عندهم مشاكل وفقر الدم، الأنيم، الأشخاص اللي عندهم سوء بالتغذية نقدر نستخدمه حتى نزود الجسم بالعناصر الغذائية المهمة خلال فترة الحمل والرضاعة، وأيضا نقدر نستخدمه للأطفال اللي يعانون من سوء بالتغذية، وأيضا الكبسولات نقدر نستخدمها أيضا لدعم صحة الشعر ومنع التقصف والتساقط، وأيضا نقدر نستخدمه لوقاية الجلد والبشرة من العوامل الخارجية حتى يمنحها القوة واللمعان.